النقل والمواصلات هما شريان التطوير والعصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية. ومع الإضرابات السياسية في 2011 و2013 كانت النتيجة بنية تحتية متهالكة تماماً، وسوء حالة وسائل النقل والمواصلات وزيادة معدلات الحوادث بشكل أثر على عجلة الاقتصاد، لدرجة أن في 2013 كان أكثر من 65% من جرارات و70% من عربات السكة الحديد متجاوزة العمر الافتراضي، وتقادمت نظم الإشارات بالمزلقانات، وكانت الإشارات المكهربة على الشبكة لا تتعدى 15%، الأمر اللي تسبب في كتير من الحوادث. ووصل حجم الخسائر نتيجة الزحام وتكدس الطرق ل 8 مليار دولار سنوياً من استهلاك الوقود. وفي عام 2014 كانت الطفرة وبدأ المصريون الحلم، وكانت البداية حفر قناة السويس الجديدة اللي اتنفذت بأيدي وبفلوس المصريين. ومن وقت افتتاح القناة الجديدة عبر المجرى الملاحي حوالي 135 ألف سفينة، بزيادة 10,000 سفينة عن 2014، وحققت القناة إيرادات هي الأعلى في تاريخها، قدرت ب 41 مليار و 700 مليون دولار، بزيادة 7 مليار دولار عن 2014. وزاد الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس ليصل إلى 114.6 مليار جنيه في 2021-2022، بعد ما كان 37.2 مليار جنيه في 2013-2014، بنسبة زيادة 300%. وبالتوازي تم وضع مخطط كامل لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق في كل حتة في مصر، وإطلاق المشروع القومي للطرق لإنشاء 7,000 كيلومتر وتطوير 10,000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 300 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم حتى 2023 رفع كفاءة 41 ألف كيلومتر في كافة أنحاء الجمهورية عشان التنمية توصل كل شبر في أرض مصر. بالإضافة إلى زيادة أعداد الكباري العلوية من 1500 كوبري في عام 2014 ل 2435 كوبري عام 2023، بنسبة نمو 65%، وده خلى مصر تتقدم الترتيب العالمي في مؤشر جودة الطرق 90 مركز، لتصل للمركز 28 عام 2019، بعد أن كانت مصر المركز 118 عام 2014. معدل تنفيذ الطرق بقى 1200 كيلومتر سنوياً، ووصل حجم الاستثمارات العامة المنفذة في قطاع النقل والتخزين ل 184.2 مليار جنيه سنة 2021-2022، من 16.3 مليار جنيه في سنة 2013-2014. وما اكتفيناش بالطرق، قمنا بتطوير مترو الأنفاق باعتباره من أهم وسائل النقل اللي بتخدم المواطنين، عشان هو الأسرع والأقل تكلفة، وبيساهم في تقليل التكدس المروري عن طريق نقل ما يقرب من 4.5 مليون راكب يومياً. ومن عام 2014 نفذت الدولة العديد من مشروعات الأنفاق والجر الكهربي بتكلفة تصل ل 640 مليار جنيه، وقامت وزارة النقل بتشغيل أحدث وسيلة جر كهربائي وهي القطار الكهربائي الخفيف الـRT. القطار له اتجاهين، اتجاه للعاصمة الإدارية الجديدة والآخر لمدينة العاشر من رمضان، ويتفرع عند مدينة بدر. ولمواكبة أفضل تكنولوجيا وسبل النقل، قامت الدولة بالبدء في تنفيذ مشروع المونوريل بطول 100 كيلومتر وعدد 35 محطة حتى العاصمة الإدارية شرق النيل و6 أكتوبر غرب النيل. وكان لخدمات السكك الحديدية نصيب كبير من خطة الدولة لرفع كفاءة وسائل النقل عن طريق خطة عشرية لتطوير قطاع السكة الحديد بتكلفة إجمالية تقارب 225 مليار جنيه. وكانت النتيجة المباشرة ارتفاع قيمة الإيرادات المالية السنوية، حيث تصاعدت تلك الإيرادات في الفترة ما بين 2016 و2022 بنسبة تفوق 47%، كما ارتفع عدد الركاب المستخدمين سنوياً إلى 430 مليون راكب.
وعشان نخلق تنمية حقيقية استغلينا موقعنا الجغرافي وقمنا بإعادة تطوير لمعظم موانئ مصر بتكلفة وصلت 129 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 ل 2024، وشمل تطوير الموانئ وإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطول 63 كيلومتر بهدف الوصول ل 100 كيلومتر. ونتيجة لده قدرت الموانئ تستوعب 270 مليون طن بدلاً من 160 مليون طن قبل 2014، وتستوعب 25 مليون حاوية بدلاً من 11 مليون حاوية في 2014. وخلال السنوات التسع الماضية نفذت الدولة مشروعات غير مسبوقة في القطاع اللوجستي، وذلك بإنشاء محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وذلك لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.